ده من ناحية المعنويات والروح. من ناحية الفنية شايف الإسماعيلي دكته تخليه يوصل لنهاية الدوري وهو بطل؟ أنا الراجل دوت عشان أنا كنت مساعد مدرب في نادي إنبي سنتين مع ناشئين الشباب مع كابتن سيد ياسين. الراجل دوت مخه كبير جدا بيلخبط الفرقة اللي قدامه. يعني مثلا إيه أصل ممكن يقول لك إيه أصل المدرب الأجنبي ديزابر ده إيه كل ماتش بينزل اتنين جداد تلاتة جداد. لا هو بينزل بيشوف الفرقة اللي قدامه ايه بينزل العناصر اللي عايزة الماتش ده. بس الناس بتتكلم يا كابتن عمرو ان محتاجين الاسماعيلي بديل لكالديرون محتاجين يعني بعض الاماكن. الناس بتتكلم على الباك الشمال, الناس بتتكلم على بهاء عشان البديل. بس البديل لو هو يعني اتصاب يعني لازم انت كبطل يبقى عندك دكة تشيل لو حد اتصاب, حد غاب الانذارات يبقى معاك حد يعني يشيل. يعني كلام مظبوط. يعني كوجهة نظري انا الفرقة ديت كوجهة نظري القليلة طبعا بعد احترام للجهاز الفني طبعا بتاع نادي الاسماعيلي هو الاول والاخير طبعا والادارة. انا شايف انا عايز فروت سوبر وباك ليفت وعايز واحد صانع العاب مش ابراهيم حسن. ابراهيم حسن طرف اكتر طرف. انا عايز واحد تحت الفيرود بلاي ميكر يعني 10 بلاي ميكر يعني ايه مثلا ايه نقول زي عبد الله سعيد. عبد الله سعيد انا عايز بلاي ميكر يقدر يوصل للفيرودين. ده اللي ناقص من نادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي مش ناقصه حاجه ثاني. نص الملعب طبعا بحسن عبد الله وانا برضو لازم نشيد بيه طبعا بحسني طبعا ليه دور كبير كده طبعا طبعا كابتن الفرقه وخبرته عاليه جدا ودوره كبير قوي في نادي الاسماعيلي الفتره ديت صحيح. وانا شايف اللي هو بيلعب بدور المدرب ده المدير الفني بقى بتاع اللعيبه الاصلي صحيح. بقى صحيح.